ما رأي قداستكم في كل من الحسد والأبراج الفلكية وقراءة الكف وقراءة الفنجان؟ الحسد كشعور موجود، لكن كضربة عين مش موجود. يعني اخواتي يوسف حسد يوسف، فالحسد موجود واحنا بنصلي كل حسد وكل تجربة الى اخر، لكن ككون ان الحسد يضر، لا ما يضرش. الحسود هو اللي بيغلف نفسه وما بيضرش الا نفسه. الشاعر بيقول: اصبر على حسد الحسود فإنك صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. يعني هو بيغلب جوه، أما قراءة الكف وقراءة الفنجان فأنا لا أؤمن به. طب افرض واحد بيشرب قهوة كل يوم وجم ناس يشوفوا فنجاله النهاردة وفنجاله بكرة وفنجاله بعض، هل هيجدوها كلها تدل على شيء واحد، ولا حظه بيتغير من يوم ليوم؟ وقراءة الكف دي يعني كف الواحد برضه هو، فإذا قروا له كفه النهارده أو كفه بعد أسبوع هيتغير ولا هيجدوا كل حاجة زي ما هي؟ أو إذا ثلاثة أربعة شافوا له كفه، مجاز اللي شاف كفه اتنين هو نفسه اللي هيجي بعد أسبوع فيكون حافظ الحكاية. انا لا اؤمن لا بالكف ولا بالفنجان ولا بالابراج الفلكيه، ولو ان الناس يقول اني برج فلكي يعني حاجه كبيره قوي، لكن برضو لا اؤمن بهذا.